واتساب، اهلا وسهلا فيكم بعد العوده. مطرب تبعين شو ما ادري قصه ياري ولا قررت سمر طاتشو. ما ادري الحين الساعه كم، الساعه 7 الحمد لله. يعني هنا ينتهي جدولي، يبدا الحين جدول الصياحه، بس ما حد فاضي لي. بطلع لحالي جمد شو المشكلة ما شيء بتسهرني، أخاف شوي، مفروض أنام بس يلا عادي. المهم شوفوا خلاصي، قالت لبنت خالتي إيش رأيك اسم بالغ فيها، قالت إيوة أوف زعلت، مفروض تقول لي لا عادي، وبغير بجامة راح بجامة. شوفوا لو أنا عندي المتجر بجامة هذا، يعني شوفوا هي فكرة أطرحها لكم، أي أحد عنده متجر بجامة أحس مرة ذكاء إنه تجيبين كذا، تشوفون ذول اللي يجيبون السليبري العرب البنات اللي كذا يقولون يسوون بيجامة بارتي بالبيجامة حقتهم، مرة ذكاء. يعني فكرة تسويق، عندي فكرة تسويقية لكل مشروع، أي مشروع معين عندي فكرة له. إذا أنتم حابين نقول بس ما حأعطيكم إياها طبعا بلاش، على فكرة إيه قسمان إيه قسمان، بعطيك الفكرة وأنت نفذيها بكيفك، نقوليها بيعيها كمان، بس انا عندي فكره بكل مشروع صدق صدق ترى اتكلم. المهم مكبي مغمق، شوف كيف هالات طالعه، ترى انا المره خففت يعني الكونسيلر، ويجون يقولوا لي يا هذا تحت عينك رقم بطن هالاتي لونها اسود، شو اسوي لونها اسود، مره غامقه هالاتي. بس أهلا أسوي شعري أرتبه، إيه لازم أغسل شعري اليومين بالصدر لأنه عاداتنا وتقاليدنا، يعني الجمعة ما سويت اليوم السبت المفروض نسوي، فدي بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله بكرة. بس يلا أول شي بزيد بلشر لأنه وجهي مو ما عم يبشر. كوميديو والله، وجهي تعبان مرة. يلا إذا شريت مشا حصير كويسة بعدين. ماي باودر وينها؟ شوف هاي أحسي بنات، أول شي أحس السوشيال ميديا إنك تكذبين، إذا في موضوع اضطريتي تكذبين فيه سهلة تكلمين فيه من البداية، أحسن من إنك تكذبين إنه مدري بشكل عام هذا يعني أسلوب حياة، بس تكذبين السوشيال ميديا مرة غباء. أنا وقت أحس زي كذا وقت لازم أكذب، بس إذا مضطرة إني أكذب ما أقول من البداية خلاص أسكت. يبان ترى يبان في الناس ودهم يقولون حاجة، مدري هو عشان أنا أعرف هذا الوضع اللي أنا قد كنت فيه، أعرف الشخص إذا يبغى يكذب أو مضطر يكذب فيصير عشان ما يكذب يسكت. فهمتم؟ شعري بلشة. في ناس يقولوا لي اوه من قصت لك شعرك انتم صاحين، شوف الله يوفقها بحياتها، بس تراها ما خافت الله في قصتي، اقسم بالله ما خافت، هذه قصتي بعد ثلاث قصات، هذا الشيء بقوله عندي اعلان بقوله في هذا الشيء، مره شعري يعني حتى قصتها دمرت شعري ما ادري ليه خلته قبيح. قصت شعري مرتين، القصة الأولى ماما قصته، الثانية أختي قصته، أختي ما شاء الله يدها فيها بركة وفيها خير، أنا مقتنعة كيفي. فقصة أختي مرة حسنت من شعري ويعني رتبته لي، هو قبل مرة ما كان مرتب، ولسه حقص قصة ثالثة لما ذولي يطولون. يلا نبدل، احنا نجيب شخصية ثانية باللبس. الحين شعري بمسكه دقيقة، ما أبى استشعر والله مرة ما لي خلق، أنا بس بجيب مانش حتى ما حتكي، ما من راح تكمع هذا فلوكس دقاتي، أنا ما أدري صار لكم صديقة، أحبكم ما أشكم بس
وتفهم انكم تنشغلوا حتى انا اوقات انشغل. شوفوا لا ايه حلو حلو ما بوش ايه هذا مره مستفزه مدري ايش طلعها دقيق دحين ايش نسوي عباية خلاص المفروض اني من اول برا بس سويت لي اكل ويبدو اني نسيت اني كنت بخرج المهم حنسوي هذا اختبار اللهجة النقدية حنصور لكم شاشة عشان بعدين احطها هنا بحط روج يلا صراحة ما اعرف شلون يتكلمون اهل نجد مرة ما عندي فكرة اقول لكم سفرتي المفضلة اول مرة اسافر الرياض الحالي اول مرة ركبت السيارة ماخذ كذا اوبر وشي ما ادري المهم الشخص اللي قاعد يوصلني قال وين تبي؟ قلت له ابغى العليا قال ايه قصدك العليا قلت له ابغى العليا ايه استفز مع احترامي مرة استفزاز صراحة خاص من ذاك اليوم صارت بالنسبة لي عليا المهم يلا سجل الشاشة بسوي حركة في وجهي عشان اتذكر لما اسوي ايديتنج انه من هنا هي الحين نحطه اوكي زاهد وين احط هذا انا يبغالي سيت اب ذاك زاهد يعني رايح احس زاهب والله انها صعبة احس كامل يعني جميل بحس زاهب ما ادري يزمل ها يشيل هم ينزل يستوي احس يزمل يعني يشمر ما ادري احس ينزل يسرق يستوي صعبه ايش يزمل هذه يمكن ينزل ينزل اي احس ينزل صايل رايك صايل او جامد احس انها رايق ايش هذه صعبه ما ادري ادنى فكره عذروب ريض يعني اهدى احس ريض هدي المانجا مطول عشان فيها شدة ييزي شكلها هذا عشانها طويلة يزقح ينقص احس متضايق طيب تعبان A few moments later متضايق هذا كيف انطقها الحين ادن يعني بعد اي ادن اعرفها رح قم تكتبت قمت ضاحك ذروق ذوق يعني ذرب كذا صح كريم خو انيق احس انها انيق احس كريم ما ادري ياها كيف بقراها احتروني بجي معكم اي صح ازهم على محمد خله يجي صح يا سفاب الاكل توني ماكله يلا حول ترى الغدا ولم ما ادري الثنتين تحت ما اعرفها بس بحط هذه احد العلميات اللغويه التاليه خطا قلب حرف السين تس اسبس هذه مو جنوبيه دز قلب حرف دز قلب حرف القاف غ احس هذه لانها مقرفه مع احترامي يرمي ارم هذه مو هم
أرقام شخص ما بأخذ كتاب من أسلوب نجد التعبير. كتاب بأخذ نوخذ أنخذ أتخذ أنخذ أنوخذ 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 أنخذ أنخذ لا مو دا مو دا مو دا إني جبت أربعة قليلة مرة. يلا نشوف لهجة تانية. اعتبار اللهجة الحج يا واد إيش بدأ. طيب يمصع 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 أحس يأكل أحس مخمج أعرفها معفن. هذا إيش بكرج برادة صحن كاس علبة بكرج بكرج يمكن برادة بكرج ندري أحسها كاس يتمردغ تبهذل ستيتة ستو جدة عمة آنتي لا هذه مصرية ستيتة أظنها الأخت الكبيرة أظن كني سمعتها زقاق أعرفه الشارع الضيق إيه زقاق اندور 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 اطلع صح اخرج إيه اخرج ولا ها البسكي فستان عسيري او كرته ثوب عسيري عندنا طويل شفتي ولا كرته اعرفها ها التقيس التقيسي صالون الرئيسي والمجلس وفتحت الدرج المطبخ يمكن هذه متصربع متكاسل متصربع لا مجروحة ومصاب يمكن أكلة لا مستعجل إيش فيك كانت متصربع أو تصربعوك يعني جرحوك أحس أنا مستعجل تجي تركب على أشياء كثيرة يلا أوه هذه طلعت يجري برادة يعني درجتي أحسن والله إني سويت كويس مرة شغلهم بروفيشنال مو اختبارات أوكي تقرقر تقرقر تتكلم صح تقرقر كلام كثير قرقرة السدة سدي الباب النافذة هذا التفكير يعني السدة سدة ناهي باب ولا هي نافذة ولا سد الماء أحس بس راح نحط نافذة مغزول أنت إيش فيك مغزول أنت مغزول أن أنت مجنون والتت مغزول يمكن خايف العتم مكان أيوة عتم مكان مظلم معتم والله ما أدري كحم كبير في السن أفلح ذهب الله أنا الشاطرة جغمة اللي هي رشفة نتحرى احتريه كمان يقولون هالقصيم مو هذا ايش الصدة صدة يمكن من صجة زعاج ولا عرضة دبكة ولا صدة 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 صعب صدة ما اعرف بحط دبكة وذن اذن مشغد اللوع هذه معروفة احسها مو جنوبي شاط حتى مشتط يعني شخص غضبان اقرب سقل حي سقل حياة شخص بلا حياة سهلة سفان صغار الغنم احسها اقرب شيء ما ادري ما اعرفها وشو هذا النمى ما هي فاكهة يعرف الفواكه اطفال ما ادري ما يمكن نبات اسمي اسمي ها 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 ها, ها. انت خمسة من خمسة شيء يجيب العار يعني ما فلحت شوفوا زين اذا الحين جبت لكم اللي هو ما فلحت ولا اختبار اقرب شيء جبته الحجازية عربي بنجرب القصيمية يمكن اهلي يطلعون منهم يمكن تطلعوا صورة قصيمية
انتهاقة يعني تظن انتهاقة فردز رحل شارك ارسل تفضل فردز حياكم الله لا فردز احس انها عشان دز ارحل مصع يشد بقوة تشبك مصع بالغ بالامر يهدد ممكن يهدد همه جرب لي هم ما هو ذاك الشخص ليش كذا همه احسها كذا احترين انتظروني قمبازي يو وش هذي كثير الحركة يمكن عشان قصدهم قمباز اذهب مخادع الصحن مقعر كثير حركة يتطنز يستهدئ ازمل اخاف وراه ليه لماذا يو يتنيذخ يستغبي شبيه يتنيذخ هذا تفاخر كمان احس تفاخر أغولك أضيفك أخبرك أبغولك أخنك أعينك والله ما أدري ما عندي أدنى فكرة نطل يعني قفز والله ما أدري مصنقة صدق وسخة صنه عيا رفض مطاريش هذه مو أكلة مطاريس كتب كثيرة أشغال وصف أمر بالعشوائية مدري والله إني يمكن جيب واحد يمكن جيب اثنين بس قلت لكم قصيمية أنا بنت القصمان إحنا الحين ما تشتي وخلاص هذه نهاية الفلوق اتمنى تكون ايه برقت تراني بس شو مدري الساعة الحين 7 الصباح فيلا باي.